النهارده كان في حد بيحرم من السلفيين الاحتفال بعيد اليتيم وقال لك بدعة وكل بدعة ضلالة، تقول له ايه؟ استاذ محمد، احنا دلوقتي في اخطر مرحله، مصر مخطوفه من تيار سلفي وهابي. ان لم تتصدى له انت وجميع المستنيرين في مصر، مصر راح يعني. اما الدوله ممثله في جامعه القاهره تصدر قرار بمنع المنتخبات من دخول للاماكن العامه الخاصه بجامعه القاهره، ولا يستطيع تنفيذ القرار تحت وتحريم كل شيء، شم النسيم اللي جاي اللي هو العيد المصري الاصيل حرام، ابتسامتك حرام، انما لما تفجر وتسبي النساء وتحتل البلدان هو ده الحلال. الموسيقى حرام، لكن صوت المدافع وطلقات الرصاص هي الحلال وهي الفرض. طيب بالمناسبة دي رأيك ايه في الرقص الشرقي؟ والله يا سيدي الفاضل، كل انواع الفنون التي لم يأتي فيها نص. انا عايز بس افهم، الناس شغله بنفسهم النهارده لما انثى تتعلم الرقص الشرقي وتعلمه للناس. من اراد ان يشاهد هذا النوع من الفنون اهلا وسهلا، ومن لم يرد ما يتفرجش، لكن من يحرم عليه ان يأتي بدليل للتحريم. الحرام ما ثبت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلاله، وهؤلاء والاصل في كل شيء الاباحه ما لم يرد نص بالتحريم. والله اذا كان عندنا مدارسنا فيها رقص شرعي افضل من الطالبات، رقص شرقي هاتف افضل من الطالبات اللي لابسين خيم سوداء وكانوا بيقطعوا شارع صلاح سالم وبيدمروا منشآت جامعة الأزهر. طب ورأس الأجنبيات الشيخ محمد؟ والله أنا كنت أشاهد نعيمة عاكف وهي ترقص في الأفلام وأنا طفل صغير، لم تكن تثير شهوتي، لكن كنت أنظر عليه على أنه فن من الفنون والإبداع. الرأس الغربي بمعنى، مصر طول عمرها كانت بتصدر كل أنواع الفنون. على اخر الزمن مصر هيجي لها مطربين من بره وراقصات من بره، وشويه نجيب لعيبه كره من بره، وبقينا نستورد شيوخ. عندنا شيوخ ما شاء الله من دول ثانيه، صحيح نحل لهم الاعلام. صحيح ان مصر بلد الازهر عقمت عن ان تنجب دعاه وتنجب. شكرا يا شيخ محمد، فنانين. بشكرك جدا يا شيخ محمد نصر، ايه رايك في الكلام ده؟ شيء عظيم، بيقول الحق. بيقول الحق، والحق ما بيعيبش حد. ان هو فعلا احنا تربي، يعني انا كنت بعشق ساميه جمال وبعشق حضرتك وبعشق نوع من الابداع ده. ما كناش بنسير، برافو، احنا ما بنقفش على المسرح عشان نسير الناس اطلاقا. اقسم العكس. لك ان انا لما بقف على المسرح ببقى بلاك اوت، ما ببقاش شايف حد قدامي. بفكر كل ذهني وعضلاتي بتفكر في اللي انا بعمله. ما فيش حاجه بفكر ان انا ده يشوفني يعجب بيا او دي مش عارفه ايه اطلاقا، ولا بلبس لبس مثير ولا حاجات من دي. ليه؟ طيب الحقيقه انا برضو هتوقف معاكي عند انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اول عمليه تجميل في العالم في مصر اتعملت ايام الفراعنه. كان في لواء قام في حرب الهكسوس، اتبترت صباعه الكبير، فعملوا له تركيب لصباعه الكبير. ده كمال ملاك الله يرحمه، هو اللي مديني المعلومه دي. ايوه. وقال لي اول عمليه تجميل اتعملت من الفراعنه. ده اول حاجه. الميك اب الاوروبيين اللي خدوه من جبل موسى، من جبل موسى كان بياخدوا الاحجار الاورنج والتريكواز والحاجات دي يدقوها ويدخلوها معامل ويطلعوا. هقول لك انا احمن كده، اول رأس في العالم كان في بيت الحياه عند الفراعنه. بالظبط. هقول لك على تفاصيله هناخد فاصل، وعايز اسالك عن الكلام اللي قاله مرتضى منصور لعمرو دياب، قال له انت تربيت نجوى فؤاد. انت ربيتي مين ولا مين؟ بس بعد الفاصل انتظرونا. الفنانه الكبيره والقديره نجوى فؤاد منوراني. اهلا بك يا استاذ محمد، انا سعيده بلقائك النهارده. انا كمان. وبعدين بقى ايه يعني، انت الحقيقه كل فترات حياتك، كل يعني محطه منهم عايزه حلقات. سواء الساسه والزعماء اللي انت قابلتيهم، من اول هنري كيسنجر لغايه نقدر نقول حتى الملوك والرؤساء. ما شاء الله، الله يرحمه برضه بطرس غالي، اكتشفت انه كاتب صفحتين عني في الكتاب مذكراته. صحيح. وبعدين كنت شاهد عيان على احداث سياسيه واجتماعيه وفنيه،
وشاهد عيان على رموز أسروا حياتنا والحقيقة متعونا منهم العندليب عبد الحليم حافظ. طبعا انا يعني هناخد دقايق كده نتكلم عن عبد الحليم لانه انت ليكي مواقف برضو كويسه وتشاهدتي انا يعني انت قلتي لي موضوع الجزائر لما كنت فاكره ايه من عبد الحليم حافظ؟ فاكره انا عبد الحليم حافظ يا سلام. يعني شوف اعوذ بالله من كلمه انا لكن انا عبد الحليم حافظ ذكائي اقتبست منه وسوستي على شغلي اقتبستها منه طموحي واني انا اعمل عرض كل سنه جديد اقتبستها منه برضو. فانا فتحت عيني على عبد الحليم حافظ في رأسة قلوله، وبعد كده اكتشف اني انا جوزة احمد فؤاد حسن، فبقيت من المقربين بالنسبه لي. فؤاد حسن فرقه المسيح الفرقه المسيح الله يرحمه وعبد الحليم وهو كان ملتصق بيه قوي 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 فبالتالي انا التصقت بيه. يعني انا معلش بالمره احمد فؤاد حسن كانت اول زيجه لحضرتك؟ اول زيجه كان عندي 15 سنه اتجوزت بمستخرج رسمي والله اتسننتي بدري والله 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 فانا عبد الحليم انت حضرتك مواليد فلسطين ولا مواليد مصر؟ لا انا مواليد المنشيه 12 شارع البوسطه اسكندريه. وابويا مفتش في باب نمره 6 في البحريه. مين امال ايه حكايه انك ليك اصول فلسطينيه؟ امي فلسطينيه وكانت اصيبت بمرض واهلها خدوها وانا ماتت وانا عندي 17 شهور يعني قصه دراميه كده شويه لا داعي ليها خلي الناس تنبسط. لا انا يهمني برضو لانه فيها تحدي ان انت وانت صغيره تمتهني الفن وتدخلي عشان تمثلي او تشتغلي فتاخدي ادوار صغيره ثم تتحولي الى اهم واحده من اهم راقصات مصر طوال الحمد لله رب العالمين. طبعا ده كان كلفني كتير قوي لاني انا عندي طموحات وانا عانيت اهلي وعانيت وتحديتهم يعني وما كملتش دراستي فعلا وضحيت بان انا يكون عندي اسره واللي ربتني كانت مرات ابويا وكانت وقصه يعني تقريبا شبه معلومه يعني شوية. وبعدين ما كملتش تعليمك وعدت لغات طلعت من اعداديه وتتكلمي لغات وتقابلي هنري كيسنجر ثعلب بالسياسه الامريكيه هو انحنى قدامك وقال لك انا معجب بيكي رب صدفه خير من الف معاد يعني وصدفه يعني انا بعمل في مكان طبعا كان مشهور جدا وكان من الفايف ستارز الموجودين فكانت وزاره الخارجيه دعياه وبالتالي هو شافني فاعجب بالشو اعجب بي الله اعلم بقى فاستمر بقى كل ما يجي مصر يقول وريز مسز فؤاد هنا فؤاد بتشتغل فينا حاجات كده فيدعوه وزاره الخارجيه ويجي يتفرج عليها. انت كنت من احد الاسباب اللي بتخلي كيسنجر يجي مصر زي ما قال هيك لا لا هو كان في طبعا اتفاقيه كامب ديفيد والحاجات دي انما هو انا كانت من الحاجات احد الاسباب اللي بتسعده في مصر صحيح صحيح يعني حقيقي يعني صحيح فلدرجه انه لما تزوج واحده شبهي بالظبط يعني قربون مني فعلا والله اسمها نانسي وجابها لي عشان يغزني يعني وقال لي يعني طب هو عرض عليك الزواج؟ انا كنت اتعرض عليا بس انا كنت متجوزه من سامي الزغبي فما كانش مدير فندق شيرتون مش عايز اقولها عشان ما تبقاش دعايه فقلت بعت له رساله ان انا استحاله يعني احنا لينا ديننا ولينا تقاليدنا ولينا عوايدنا وما ينفعش يعني فكرتيش يعني تعملي زرافه الهجان كده راح اتجوز يهوديات عشان الوطن كنت يعني اتجوزي وزير خارجيه عشان الوطن لو انا عايز اعمل جاسوسه بقى ده موضوع اخر انا عبد الحليم حافظ نرجع لمرجعنا بالنسبه لي حياتي ويعني انا فعلا راح مني حاجات كتير قوي لما راح عبد الحليم اول مره تشوفيه فاكره امتى؟ اول مره في شارع تقولوا له ما كنتش اعرفه ولا يعرفني رأست له واخدت فيها 5 جنيه وقعدت ارقص وفرحت قوي دعاني الريجيسير ان انا ارقص قدام عبد الحليم حافظ فلقيت عبد السلام نابلسي في الشاكر لو عندك الرقصه دي يا ريت تجيبها لنا قولوا له قولوا له الحقيقه قولوا له الحقيقه فبعدها اختارني عز الدين سلفقار بطلة ملاك وشيطان المخرج العظيم وانا لا اعرف الالف من الكوز الذره في السينما بالذات يعني دخلت معهد ولا صحيح. عندي فكر فقال مالكيش دعوه سلمينا نفسك وانت هتبقي اعظم بطله في الدنيا فالحقيقه سلمت لهم نفسي وقعدوا يحضروني سنه
كان صلاح ذو الفقار، عز الدين ذو الفقار، كمال الشيخ وعبد الرحيم الزرقاني جابوا لي الإلقاء ودوني المدام راتلة عشان الأتوان الصوتية والحاجات دي. كانت سولفيج والسولفيج والسوبرانو والحاجات دي كلها. فيعني حضروني تحضير كامل جدا. فاشتغلت فعبد الحليم بالنسبة لي كنت أنا الفسوخة بقى. أيام ما نجح الفيلم ده بتاع شارع الحب كسر الدنيا طبعا. فهو تباشر بيا وكل حفلة كان يروحها، يعني ألبرت هول مثلا في لندن. في لندن كان المسية، نجوى فؤاد، عبد الحليم حافظ، ما فيش حد. لفت الأيام 20 سنة تقريبا، وجاء الأستاذ عبد الوهاب خد الأسطوانة البلاتينية وكان عامل لي قمر 14. صحيح. فاشتغلت برضو في ألبرت هول. انت يعني أنا هرجع لعبد الحليم، بس إزاي أقنعتي عبد الوهاب إنه يلحن لك قمر 14؟ هو والله ربنا راضي عليا كان ساعتها. والله كانت ساعه رضا من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا قعدت جنبه وانت مين يا شاطره؟ قلت له كنا عند الاستاذ انيس منصور الله يرحمه في عشاء. وكانت فايزه احمد، هو كان من هوات صوت فايزه احمد قوي قوي. فقال لي مين انت؟ قلت له انا اسمي نجوى فؤاد. قال لا انت اللي ما بترقصيش على اغاني ام كلثوم. قلت له لا انا ما برقص على اغاني ام كلثوم الحقيقه. لاني لو رقصت على الحان ام كلثوم يعني هشحت النجاح. فلان الاغنيه ناجحه والناس صحيح. بتسمعها انت دايما كان بتعملي موسيقى مخصوص ليكي، تابلوهاتك ليها موسيقى خاصه وفرقه استعراضيه كامله صحيح. كانت صحيح. فقال لي ده كلامك اكبر من سنك ومش عارفه انت تليفونك كام. قلت له انا مع جوزي قاعدين في الشيراتون. ويا ريت اتمنى، انت عملت لحن الناي معاك في اسمه حن في فيلم النمر. فيا ريت تعمل لي كده حاجه صغننه كده. قال لي بس انت يعني مش هتغني ولا حاجه. يلا وقمنا على البوفيه وانا نسيت الموضوع خالص. بعدها بكذا يوم اتصل بيا الاستاذ عبد الوهاب. استاذ عبد الوهاب لا قلت حد بيهرج. فقال لي انا يا عبد الوهاب يا مدام نجوى، يا نجوى هانم، يا نجوى هانم دي كانت عنده دي اول. فالبسي اي حاجه وتعالي لي البيت. اي حاجه. ورحت وسمعت فعلا. هو كان يحط كاسيت كده تحت السرير، يجي له اي خاطر وهو نايم يقوم يدندنه ببقه كده. فقال لي اسمعي التمه دي كده وتعرف ترقص عليها. دي كانت كاسات شوك، الريتم بتاعها غريب مش مقسوم ولا شرقي. داخل غربي شويه. كذا تشك يعني روسي وهنجاري وحاجات كده، حاجات خشه دوريان. فقلت له الله دي جميله جدا. قال لا لسه هنحط فيها تيمات شرقيه وهنجيب جمال سلامه يعمل التوزيع وبدا من هنا المشوار. قعدنا سنه نحضر فيها. يا سلام. وعرفتيها الاول مره فين؟ عرضتها اول مره، هو كان اول مره المفروض اعرضها مع من غير ليه مع عبد الحليم. عبد الحليم سافر عشان يجيب البدله السموكين، وقال بالمره المدام نهله القدسي تعالي نعمل زوجة عبد الوهاب الله يرحمها.